متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في لقاء خاص مع أحد مشجعي الفريق الرجاء البيضاوي. هذا المشجع هذا اللي كيعشق الرجاء حتى النخاع، جزائري، حب الرجاء في الجزائر، واليوم هو كمستمر هنا في المغرب، عشق الرجاء. فغادي تحدثنا على علاقة ديالو بكرة القدم. مرحبا بك معنا السي مالك. السلام عليكم، شكرا على الاستضافة هذه. موضوع حدث تاع البيضاوي عنده فريق كبير وفريق ما شاء الله، احنا كجزائريين نحبوا بزاف هذا الفريق. هذايا فريق عالمي، مش فريق غير خاص بالمغرب ولا خاص بالعالم، خاص بالعالم. كنعمل الفريق هذا الفريق عنده جمهور قوي بزاف، جمهور الله يتمنى كل فريق هذا الجمهور اللي عنده، نتمنى له النجاح ان شاء الله في المستقبل. والامور الاداريه تاعو تكون يسيروا كل الامور الاداريه ويعطيو طاقه من جديد ويشكلوا اداره قويه مع المدرب القوي واللاعبين، ان شاء الله تكون لهم النجاح في المستقبل ان شاء الله. يعني سي مالك، كنعرفوا بالعشق ديالك اول حاجه لكرة القدم، ف يعني كرياضه انت رئيس ديال احد الفرق ياك؟ نعم، فريق رئيس فريق شباب الزاويه اللي موجود في العاصمه، فريق صغير في الدرجه الثانيه اللي حقق نتائج كبيره في كاس الجمهوريه، كاس الجمهوريه في الجزائر. والحمد لله راه عندنا اداره في الفريق بحال سيدي تاعي الحيوي محمد علاء، عندنا زوج، عندنا ثنائي تشكل هذا الفريق، وكل عام نديروا فيه نتائج جيده. وراه محترف في الجزائر العاصمه، كل فريق تاع القسم الاول ولا الجامعه تاعنا راه تعرف هذا الفريق. نشكروا بزاف باسكو احنا الفريق هذايا راه نعملوا فيه بصمت ونعملوا فيه بصدق. الفريق هذا ما عندنا حتى خلفيات على خلفيات بالفريق هذا، الحمد لله هذا الفريق نتمنى له النجاح ان شاء الله في المستقبل، مع عندنا ما لا يفعل القسم الاول ان شاء الله. يعني سي مالك، بغينا تحدثنا على بدايه ديال العشق ديال الفريق ديال الرجاء البيضاوي، كيفاش كانت؟ يعني كيفاش بدات العشق ديال الفريق هذا؟ اول من اول مباراه شفت هذا الفريق هذا، علاش عشقنا وحبينا؟ بكل صراحه على اساس الجمهور، كي شفنا هذاك الجمهور كل مقابله اللي حضر الجمهور غفير، ومحب الفريق ينتقل مع هذا الفريق في كاع، وين يروح في افريقيا غفير، ما عندوش على المغرب، خارجيه في الكؤوس الافريقيه راه يحضر معاه كل شيء. الجزائر، جو الجزائر، جمهور صراحة هو اللي خلينا نفطر بالفريق هذا. يعني الجمهور كان هو السبب وراء العشق ديال الفريق. صراحة بكل صراحة الجمهور هو كان سبب العشق ديال الفريق صراحة. يعني الحمد لله حنايا كنعرفوا اليوم الرجاء البيضاوي هي من بين الفرق العربية الأولى اللي معروفة عالميا، واللي وضعت واحد البصمة ديالها خصوصا يعني في المشاركة اللي كانت يعني هذه المباراة هذه. يعني فريق كفريق اشنو الحاجه اللي ناقصه فيه؟ شوف الفريق هذا تاع الرجاء البيضاوي راه متشابه كثير مع الوجود الجزائر، راه مشكل تاعهم في الاداره صراحه. المباراه ضرب الناس اللي يحبوا الفريق هذا، الناس عندهم درايه جيده بالتسيير في الفريق، وفي عندهم درايه في الرياضه. علاش من هبل دابا يجي يحكم الفريق؟ الفريق عنده درايه كبيرة في الرياضة وفي التسيير الإداري، راه نعرف. شوف أي فريق عنده جمهور قوي يكون عنده مشاكل في الإدارة، لازم يكون رئيس هذا الفريق في قلب كبير في الصف، ويعرف يتعامل مع الجمهور هذايا، ويعرف يتساير مع هذا الجمهور، والجمهور باش ترضيه، الجمهور ترضيه بالنتائج. لازم يكون هذا الرئيس الجديد اللي يجيب فريق هذا لازم يدرس دراسة جيدة في المدرب. أنا من هذا المنبر نقول لك والله لازم يكون مدرب قوي، لازم عنده شخصية قوية بيسير هذا الفريق. يعني شفنا مؤخرا واحد حركة كبيرة، واحد مجموعة من الإنجازات اللي قاموا بها مدربين محليين، أشنو رأي ديالك في هذه المسألة؟ والله أنا مع المدرب المحلي. شوف مثال بك الفريق الوطني المغربي الكراكي حقق نتائج، شوف صراحة حقق نتائج كبيرة كبيرة كبيرة. احنا عندنا في الجزائر الجواب الماضي حققنا نتائج
نتائج كبيره. وعاد هو المدرب المحلي ما يخدم بالنيه صافيه اليوم، ما من لاعبين اللي في الفريق لاعبين محليين في البطوله عندهم واحد الكاركتر، اما غير لاعب محلي اللي يعرف يتساير معاه. تجيب اللاعب وتجيب مدرب خارجي، صح كاين مدربين كاين مدربين عالميين اللي تجيب. شوف انا نعطي نصيحه، تجيب مدرب محلي يا خويا وتجيب معاه مدرب يكون اجنبي يكون عنده درايه كبيره في التكتيك التكنيك، يساعد المدرب يعطيه وزيد يندمج معاه باش يساير. انا نتمنى يكون مدرب محلي في فريق الرجاء البيضاء. كنعرفوا يوم الجمعه المقبل هو انتخاب ديال يعني المكتب المسير لفريق الرجاء البيضاوي. انت بحكم التجربه، واش الرئيس ديال النادي واش لازم يكون هو الرياضي، ولا فقط يكون عنده واحد التجربه كبيره في التسيير وفي التعامل مع المشاريع؟ شوف بصراحه رئيس الفريق لازم يكون عنده درايه في الرياضه بدرجه كبيره، التسيير بدرجه كبيره، التسيير عنده دور كبير في التسيير حقيقه. المهم في الرياضه لازم يكون عنده درايه بالرياضه باش يعرف كيفاش هذا المدرب اللي راه جا، كيفاش يسير، كيفاش يجيبوا اللاعبين، كيف يجيبوا اللاعبين. المهم افريقيا الله عارف افريقيا لكن كوارث كبيره في افريقيا. لازم الرئيس هذا يكون عنده حكمه قويه، يكون عنده موميد لازم ينخرط في الاتحاد الافريقي باش يساعد الفرقه تاعو. انا عارف كاع الخبايا تاع افريقيا، هذه افريقيا اخويا ماهيش سهله. حنا رجاء بيضاوي هذا نشوفوا حنا ما نحبوش على في البطوله المغربيه، نتمنى انه لازم يكون عنده في افريقيا كويس افريقيا باش نفوز افريقيا، لازم يكون رئيس قوي، رئيس فريق يكون قوي ماشي من هكا يضرب يكون يخدم الفريق. يعني بغينا نعرفوا واحد الراي ديالك حول المرحله السابقه ديال التسيير ديال الفريق. شوف انا التسيير الاخير هذا تاع الفريق شوف هو اللي كان في بدايه الموسم صارت ضجه كبيره على جنب اللاعبين والمدرب والامور هذيا، مع النتائج اللي صارت نتائج غير جيدة، ومع كل احترامات المدرب بنزرتي، المدرب بنزرتي ما يلائمش فريق الرجاء البيضاوي. الرجاء البيضاوي لازم يكون عنده مدرب يكون متساير مع تطور الكرة العالمية اللي راهي دركا. بنزرتي راه أنا صراحة